جميل أن يحرص المسلم على أنه متى ما سمع بشيء أو أن الناس يفعلون هذا الشيء من طلاب علم ونحوهم أن يقول أين الدليل، ويجب على طالب العلم ألا يأنف أو يغضب، بل يسعد بهذا شريطة ألا يكون هذا السؤال ألا يكون فيه تشكيك بالعلم الشرعي أو بالدين. يعني بعض الناس الآن يطرح بعض الشبهات وبعض الأسئلة لا من أجل وصول الحق، وإنما من أجل التشكيك وإثارة الشبه والشكوك لدى الناس. ليس هناك أحسن من هذه الطريقة عند المسلمين وعند طلاب العلم أن يستوقفوا العالم وطالب العلم، ما دليلك على هذا؟ فإن لم يكن لدى طالب العلم علم يبحث ولا يأنف. ولذلك ينقل إلي في بعض المحاضرات في الكليات الشرعية أن بعضهم يقول لا تسأل، أي إنسان يسأل منكم سيعاقب حسب ما سمعت، وهذا ليس من نشر العلم، بل يجب أن تسمع لهؤلاء ولا تنزعج فيما لو أنك لا تعرف الإجابة. الأمر يسير جدا، يعني اطرح ما لديك، إن سئلت عن شيء لا تعلمه قل إن شاء الله في المحاضرة القادمة نأتي إليكم بالجواب. ولذلك من حضر من المشايخ القدامى عند الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما كان يدرس في المعهد العلمي كان يسأل فيقول كان كثيرا ما يقول نراجع سأراجع سأراجع، وهو في أول حياته العلمية كان مدرسا في المعهد العلمي قبل أن ندركه بسنين طوال، لأن ما أدركناه إلا وهو رئيس الإفتاء رحمه الله، لكن قبل هذا كان يسأل فكان يقول كثيرا ليس قليلا كثيرا سنراجع سنراجع، فيراجع فاستفاد وأفاد. ولذلك لا تأخذ الإنسان العاطفة